مدينة ماسينيا حاضرة ولاية شاريبا جرمي كانت في أعلى مستوياتها في احتضان وفد مكتب بامين أساس برئاسة المنسق العام السيد إبراهيم محمد خليفة. وفور وصوله إلى مقر حاكم ولاية شاريبا جرمي الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر، حيث رحب بهم وأكد لهم بأن المدينة التاريخية سعيدة في استقبالهم وأن زيارتهم ستسمح لهم في معرفة مشاكل المواطنين والعمل على حلها من أجل ترسيخ تعايش سلمي مستدام بين الأهالي. ومن مقر حاكم الولاية إلى مقر جلالة سلطان شاريبا جرمي بان أجي ولي محمد، هنا أيضا لقي الوفد استقبالا حافلا. من جانبه المنسق العام لمكتب بامين أساس قدم شكره الفائق لجلالة سلطان باجرمي على استقباله المعبر. أنا مبسوطين جدا لأنه مبسوطين باللقاء ده، وبإذن الله يعني بعد ما نسلم الأبيار ونرجع لمحلنا بالسلامة، ونحن قايمين يعني في الوطن كله يعني دايرين نوفر مياه للناس الأتشانين. من جهته سلطان شاريبا جرمي قال إن ما يقوم به مكتب بامين أساس قد لمس جميع المواطنين. قميته وكتبته صوت شيء كثير اليوم كل المواطنين بقان مشيطوا فوق كما حسوا بشيء الملموس الصوت كما فيه. هذا ومن المقرر أن يدشن وفد مكتب بامين أساس آبار ارتوازية بالمدينة التاريخية، كما سيعقد اجتماعات تفاكرية مع شباب ماسينيا كلها تصب في إطار ترسيخ مبادئ التعايش السلمي والاستعمال الجيد لمواقع التواصل الاجتماعي.